شو اسمك انت؟ ميشيل. شن هو؟ ابو داهر. وش هو؟ نعم. شو اسمك انت؟ اسمك في سكره وضحكتك اكثر. لا لا اسمك اسمك. اسمي انا؟ ايه ميشيل. ايه اعزائي المشاهدون، يرحبنا ان نرحب بكم في حلقه جديده في هذا البث. جديده؟ ها انت جديده؟ نعم جديده. 3 2 1. اعزائي المشاهدون، نرحب بكم في هذه الحلقه الجديده من هذا البرنامج، وضيفنا لهذا الحلقه هو اديب المعروف سالم سويلم. مرحبا. حياك الله. يا مرحبا بكم، والحقيقه انا سعيد ان أعزائي المشاهدون، نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج. أنت مستعجلة؟ وضيفنا... على مهلش. أنت مستعجلة؟ على مهلش شوي شوي. إبليس ملعون. أعزائي المشاهدون، نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج. وضيفنا لهذه الحلقة هو أديب معروف، وهو سالم سويلم. مرحبا. حيا شاء الله. وانا الحقيقه شاكر ومقدر استضافتي معكم في هذا البرنامج وهذا اللقاء، وان شاء الله ان نطرح ما يناسب الساده المشاهدين من تساؤلات حول ما نمتلكه من مواهب عده. واكرر شكري وتقديري على استضافتكم لنا في هذا، اول مره نستضاف في الارتي. شكرا، هذا الشيء طبعا يشرفنا. أول شيء بليز نحب نسألك إذا بتعرفنا أكثر عن شخصيتك، بطاقتك الشخصية أكثر. والله سليم سويلم، متزوج وعندي 3 أولاد، عبد العزيز وعبد الإله ونوف، بنت صغيرة هي آخر العنقود. الله يخلي لك إياها. ها؟ الله يخلي لك إياها. تسلمين. وأنت بصرية؟ لا لبنانية. لبنانية، حياك الله. والحمد لله دراساتي بعد ما خلصت الجامعة التحقت في معاهد في سوريا أو في الكويت، والحمد لله متمكنا، وإن شاء الله أن الله ينور لها البلد وينور ودابها وينور لنا إن شاء الله ولكم طريق النجاح. لما اخترت هذه المهنة أول شيء لقيتها صعبة، أو بالأحرى ليش اخترتها؟ والله صعبة، هي صعبة. هي نعم، المهنة الصعيبة تحتاج من الرجال انه يتابعها، وتحتاج من الرجال انه 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 يدرسها، او ويحتاج من الرجال المؤدب انه يتابع المجالس الادباء سواء كان في النوادي الاندبيه او في غيرها، سواء في عندنا احنا الحاضر البدو او الحاضر اللي احنا فيه، هو الرجال لانه وجه الله ما تابع ادابه وتابعها وحرص عليها لو الله بيفشل. ها، وحنا والله من عباداتنا ان احنا عندنا مسابقات كثيره وعندنا التلفزيون. انت تضحكين؟ نعم. وش تضحكين؟ لا انا تسمع. لا لا ترى انا ما احب واحد يضحك في وجهي، رجل أن هذا حدسي وهذا صوتي ومرتفع كذا. طيب اوكي كفي. لا لا انا ما احب والله حد. انت مستهتر، انت مستهتر انت في وجودي. لا عادي تفضل كفي. اي انا ما بشتضحكين، انا ما والله ما احب واحد يضحك يا جماعه في وجهي. ها رجال نيت ابن ومعروف. اي نعم اني في برامج البعد، لكن الحين قدامي واحدة تضحك؟ لا والله ما، هذا شيء ما احبه. معليش. لا والله رجوش، لا رجوش، انت مثل بناتي وما ابغاش والله تضحكين في وجهي. طيب ما حد رجال انا والله حرق، رجال حرقان وما احب احد يضحك في وجهي. طيب ما تخاف، ما حد ضحك، تفضل كفي. لا انا رجال ما احب احد يضحك في وجهي، الله يرضى عليك. طيب ما حد ضحك، انت انت انسان انت متعلمه بعدت في الطريق، ايش ما هو باسلوب هذا وما هو بطريق. طيب مثل ما تريد، ما حد ضحك. تفضل كفى. نعيد من اول. لا ما يصلح الكلام ذا، نعيد من اول. نعم نعيد من اول، نعيد من اول. انت سامعني يا رجال؟ فين المخرج حقكم؟ لما بدات هذه المهنه كاديب شو لقيت فيها صعوبات؟ والله الصعوبات عده، الصعوبات كثير، والرجال الاديب منا والشاعر لمنه ما راح وغزا ورا شعره ودراسته وحافظ عليها في المحافل الشعبيه سواء في الجنادريه او في محافل الريجي. ها عندي البدو ما هو فالح. ها هتسمعيني يدافع البلا ليه؟ الرجال رجال يطلع ويجي ويروح، المفروض انه حتى سيارته يخليها يمشي على رجليه. تمام. هلا لما بعد ما قلت هالصعوبات وصرت مشهور وشو؟
بعد ما لهت الصعوبات بعد ما يعني خلصت الصعوبات. انت تدبكين الكلام ورا بعضها ليش؟ اتكلمي وحده وحده عشان افهم انا. تدبكين الكلام ترى كبيرها على بعضها ما عرفت ايش تقولي. عفوا اقول انت دابسين الحكي ترك بينا فوق بعضها ما عرفت ايش تقولين. وضحي لي وضحي لي اهرجي وعدد الوحده. هلا انا اللي عم بحكي بسرعه. لا لا انت تلحمين الكلمات ورا بعضها والله ماني فاهم عليش. اكذب عليش انا؟ ايش لك اللي انت ما عم تحكي بسرعه؟ انا حكي الهنيه يسمعون هلا. انا الحين انا ماني فاهم عليش. ايش انا فاهمين عليك شو عم تحكي؟ وشو كل شيء واضح. انا ماني بسامعش الحين. انت تركبين الكلام تدبسينه. طيب احكي يا عم اهلك. احكي يا عم اهلك ولا انت وين علامه؟ انت علامك الحين انا اتكلم مع بصراحه اتكلم مع اقول وضحي لي سؤالك عشان افهمه عشان اجاوب عليه. الله يهداش. انا وضح انت وضح عارف كيف بدك تحكي يا دافع البلا. انت تقولين انت تحكيني انا اقول وضحي سؤالك الحين ليش سالتي؟ وانت كمان وضح. انا اسالك انا ارجي سؤال انا القي جواب. أنا السؤال عم بسألك يا واضح أنت اللي عم بتجاوب إشي مش مفهومة. عالم شو؟ أبقى أنت علامة يا وجه. أبقى رجع العلامة هذه. الحين أنا أسوي الأسئلة ولا أنت؟ أنا اللي عم سوي الأسئلة بس أنت فوت تجاوب كمان وضوح. وضوح كيف؟ شفت فهمت شو قلت أنا بس أنا ما بفهم أنت شو عم بتجاوب. الحين هلا أنت فهمت أنا شو سألتك؟ وشو؟ فهمت صح؟ بس أنا ما بفهم أنت شو عم بتجاوب. إي وقفيني أسألي ناجيني. هل حدا يحكي؟ لا هلا الله صلي على النبي. انت ما تعرفين شيء وقفيني وقفيني في نص السؤال وقول لي بعرف اذا وشو. اجل انت مذيعة سذا. نعم مذيعة بس بذانيش. ما فهمت يعني انت مذيعة سذا بذانيش تسمعين بس كذا وانت ساكتة ما توقفيني. وانا ساكتة ليش انت بتخلي حدا يحكي؟ وشو وشو شو هو وشو؟ مين جايب لي؟ هذا شاعر شاعر معلش مبين شاعر الشاعر عليه بيفهم. انا والله مقدرها عشانها جديده والله انا مقدرها عمر ما اصلي جديد انا مجيب بس العالم ما بتحكي هيك. اي لازم تطولين بالك. اي والله طولي بالك. الواحد بيشتغل كمذيع حتى لو كان عمر بس ما بيعمل هيك. لا والله انا ضربتك. لا لا والله وسعي خاطرك وسعي صدرك. ها ترى ابليس ملعون احنا رايجين طال عمرك قلوبنا بحر. اي هل الصعوبات اول شيء لما لقيتهم رح شيء ساعدتك لبعدين انه اني والله ما فهمت عليش. والله ما فهمت الصعوبات الاولى عرفتها لكن غيره ركبتيها على بعضها وحنا نرجع لحكي الاول. اول شيء لما لقيت الصعوبات صح اول شيء أول شيء بشغلتك المهنية كأديب لقيت أول شيء صعوبات صح؟ ها؟ أول ما صرت أديب ايه؟ لقيت الصعوبات أول شيء صح؟ إيه ولقينا صعوبات وعلمتشيني إياها إنه هي أوكي. بعد ما لقيت هالصعوبات وصرت طبعاً مشهور ومعروف حسيت إنه هالصعوبات يعني إنه إلها كان إلها إفادة آخر شيء؟ بعد ما لقيت هالصعوبات أيه؟ واخر شيء صرت معروف ومشهور أيه؟ لقيت هالصعوبات كان لها اخر شيء نتيجه. اي طبعا اي ابوش للجنه يرحم والديش. اي والله لها نتيجه. هالحين انا عندي قطيع حتى في السوق ها ابيع في الغنم وابيع في البعارين عرفتي ها وتشتري من عندنا البعارين وتشتري من عندنا اللبن ها وتاخذ لبن طال عمرك ما هو مغشوش. سعادتك انك تبيع غنم ولبن ايش ليش يعني شو خص شهره الاديب بيع الغنم والبقر واللبن؟ اي تجاره. تعرفين التجاره؟ أيه هذه تجاره والتجاره شطاره. يعني حدد لك انت كمان اديب والوقت نفسه متاجر صح؟ اي نعم. طيب هالشغلتين اللي عم تشتغلهم بيعطوك شي وقت تقعد مع عائلتك بالبيت؟ ما فهمت عليك. حدك بيشتغل اديب ومتاجر بنفس الوقت صح؟ اشتغل اديب وتاجر اي. اوكي هالشغلتين عم تعطيك وقت عم تفسح لك وقت تقعد مع عائلتك؟ اي اي تقعد معهم بعد الساعة 9. أنت جاش كحة؟ نعم. عطوها تبغين علاج ولا شيء؟ لا شكرا. أشرب من العصير أشرب من العصير ريح بالعصير ريح بالعصير. أنت سامعة؟
يعني ترى بنكش الكذب. أبغى الحين جاوبين على سؤالي. أنت في ذمتك، في ذمتك عنها، في ذمتك. أنت في ثانوي ولا قد تشوف الجامعة؟ نعم. أنت في الثانوي بعد ولا في جامعة؟ لا بالمدرسة. باقي تدرسين؟ أنا. إيه إذا ما وصلت لمرحلة عرفة الفكر. طيب. شو هي القصة اللي كتبتها كانت شيء صح إن شيء حقيقي وأثرت فيك شخصياً نفسياً؟ قصة كتبتها؟ أي وأثرت فيك أنت؟ ها؟ وقصة كتبتها قصة حقيقية وأثرت فيك أنت؟ وشلون قصرت فيك؟ يعني طالعي في الورقة، طالعي في الورقة. أنت أثرت فيها؟ إيه. إن شيء كنت شيء بيعني لك. القصة ما يقصر فيها، القصة ما يقصر فيها، الله يهداش. لا لا قصدي شيء القصة اللي كتبتها شيء صار حقيقي وأثرت فيك يعني. أثرت فيا إيه. إيه. الحين عندي كاتب إن أنا قصة عن عن عن, عن تربية ال 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 البجران. شو؟ يقول تأخذين وتعطي. تاخذين تعطي يا رجال، هي ما تعرف لا تاخذ ولا تعطي. تعال علمها، تعال علمها. فكرت ان ليش اخترت هالمهنه الصعبه كبدايه؟ والله انا حر. بعدين هذا ما هو سؤال تسليم، الواحد حر في اختياره. انت واحد يناقشش يمسك بمسمعش ويسحبه يقول ليش اخترتي المقابله؟ لا والله ما حد ماسك بوذاني ولا واحد ماسك برجلي ولا حد حبسني. أنا هذا مزاجي وكل الإنسان له مزاج، والمزاج الإنسان له مزاج معين يمشي فيه. بس أنا أي قصدي أنا حدا شجعك تعمل هالمهنة ولا كيف؟ إني شو اللي خليك، شو اللي دفعك لتعمل مزاجي هالمهنة؟ مزاجي أنا قال لك مزاجي. أوه هذا مزاج، المزاج الإنسان في مزاجه يمشي في مزاجه، ما لحد ندخل فيه، أنت عارفه ها هو مزاج. هلا جينا جاي نسألك عن شغلك كأديب، القصص اللي بتكتبها والأشياء اللي بتكتبها هي اشياء صارت بحياتك، شيء صار اما اشياء هيك بتكتبها يعني خياليه؟ والله القصص انا استوحيتها من 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 محل حلاقه، انا فتحت لي محل حلاق ها، وجبت لي حلاقين من تركيا وجبت لي حلاقين من سوريا وعملت فيها مزايده ومناتفه، حتى محلاتنا فتحتها اذا في حلب لا في جده، هي اللي ناجحه، هي اللي ناجحه اللي في جده ناجحة أحسن من حق الرياض وجدة، لا والله الشرقية أحسن، الشرقية أحسن، بغير ببها ما نجحت، وبالشمال ما يعرفون القصات، عرفتي؟ فاستوحيتها من هالقصات اللي داخلتنا علينا. ليه؟ أولا فيها تجارة ها، وفيها تنوع، فيها تنوع من البشر. هالحين يجي هذا يبغى قصة مدري كيف، وهذا يبي قصة مدري كيف، وهذا الرجال ما أدري إيش عنده، وهذا الرجال، فهي فيها أجناس وفيها أناس مختلفة وفيها أفكار منوعة وسذيرة وفيها طالع عمرش فيها فكر. المهم طالع عمرش مواضيع الحلاقة، الحين الحلاقة في كل ديرة، عندنا طالع عمرش عندي مواضيع حلاقين جايبهم من تركيا ومن ذا تأخذ منهم طالع عمرش فكر. الحين ناس عندهم يدخلون ويضغون ويروحون، هذه فيها أجناس مختلفة، فيها جنسيات مختلفة، فيها طال عمرك قصات مختلفة ها، وتأخذي منها فكر وروع تروعي. اي نعم. هلا انت قلت لنا انك كمان حلاق بس ما جاوبت على السؤال. مش لا ماني بحلاق، انا جاي من حلاقين، انت تروحين جوابي. اي لا هلا الله. طيب جايب حلاق انا على راسي وعيني بس ما جاوبت على سمي، بس ما جاوبت على السؤال اللي سألتك اياه اول شيء. أنا إلا مجاوب إن شاء الله وعلمتش، أنا قايل لك الحين المفكر والأديب والشاعر ما هو بياخذ شعره وكتابته من الطبيعة. يا أستاذ سالم، قبل ما ختم هالحفلة بتحب شي توجه شي كلمة للمشاهدون؟ أوكي الحقيقة أنا أبغى أوجه كلمة للسادة المشاهدين والمستمعين، وأنا في الحقيقة أحب أضيف وأستسمح أولا من حضرتك ولا أبغى تزعلي، هذا واحدة ها. الشيء الثاني أبغى ودي تكونين قبل تسوين لقواتش تعرفين إيش تأدين وتقرين ورقتش عشان تصيرين مارسة أنت كويسة، ما عليش يعني الملاحظات ها. وحنا في الحقيقة نحب يعني نقول لك طبعا إحنا خلصنا من المود والرتم اللي إحنا فيه،
وبنرحب فيك انت. طبعا انت كنت معانا ضيفه في برنامج مذيع في ورطه، ومعك الفنان عبد الله عسيري.